السلام عليكم مرة أخرى، مرحبا بكم. الآن ربما الثالثة ثابتة يكون معنا السي إبراهيم نقاش، عميد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم. إبراهيم، لغير التحق معنا فهاد اللحظات هذه، اسمحوا لنا على أن قطعنا اللايف دو لا تروفا، معليش هذا الشيء ماشي مغلاش على السي إبراهيم اللي كلكم كنعزوه بزاف. إبراهيم هو جا هو كاين معنا إن شاء الله بإذن الله. سي ابراهيم، سي ابراهيم الغزال، كدر اخويا لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ اش اخبارك خويا؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. عواشر مباركه. علينا وعليك بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيت يا اخي العزيز. كلشي بخير؟ شوف بابراهيم، ابراهيم نعم اخويا، شوف مرحبا. باش تكون باش تكون مرتاح، حط نعم التليفون على شي وساده ولا شي حاجه وبقى لي اهلا. دابا راه عندي، دابا راه عرفتي شنو، دابا راه عندي واحد الجوج مشاكسات هما. خلي بقى على راحتك، شوف بقى على راحتك، انا بغيتك تبقى على راحتك اخويا، ما تهزش لمك. شوف كل عندنا دراري، الله يحفظك، الله يبارك فيك، دراري صغار ما كاينش مشكل. الله يبارك فيك، كيدير اخويا؟ الله يبارك فيك، الحمد لله عليك، الله يدخل عليك بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتي يا اخويا. الله يحفظك خويا، الله يحفظك، الله يبارك فيك اخويا سفيان. كيدير النهار ديال العيد؟ والحمد لله، الحمد لله يا غادي الامور بخير وعلى خير، الحمد لله غادي في تحسن. نتمنى ان شاء الله اننا نخرجوا من هذه الجائحه هذه بخير وعلى خير. هذاك الشيء اللي بغينا اخويا، هذاك الشيء بغينا نرجعوا شويه للحياه الطبيعيه ديالنا اخي العزيز. سي ابراهيم، كنلقبك وعز عليا نقول لك با ابراهيم، لانك مرحبا. شيخ من الشيوخ المحترمين ديال كره القدم الوطنيه. الله يحفظك، اسمح لي ناديك بهذا اللقب ديال با ابراهيم. الله يودي، مرحبا اخويا، مرحبا. بالعكس هذا والتقدير بيناتنا كل واحد. راك صديق واخ عزيز. الله يبارك فيك خويا سفيان، الله يحفظك اخويا شويه الكونيكسيون. مرة تمشي الكونيكسيون. لا ما دابا كل مرة خايف. ما مخلينكش افتخار، كلشي كيعيط لك نهار العيد ابراهيم. شنو كديري؟ بغيتي التليفون؟ التليفون انا. يلا يلا يلا، لا خديتي بالله، يلا خودي. لا سي ابراهيم عدي الدار تلعبوا معاه، خذ راحتك. شوف هذا جزء من الحياه الخاصه ديال سي ابراهيم، الحياه بعيد على الضغوطات، بعيد على الكره، بعيد على صناع الكره. انت وليداتك والله، لا شوف هذيك هي الحياه الجميله يا اخي. واش غادي دير دابا؟ خصك دابا تبقى كل واحد، خصك دير لي الخاطر ديالو، خصك كل واحد خصك تبقى شاد معاه. دابا يا الخاطر خصك دابا في شهرين وزياده، وانت يا يعني في الدار هنايا، خصك يعني خصك تجيري مع الدراري، مع المراه، مع يعني الناس اللي تعيطوا ليك. يعني واش غدير؟ خصك كل واحد يشد عليه خاطر. ونتمنى الحمد لله نكونوا في المستوى ديال هاد الشهرين هادي، الحمد لله. ما كرهتيش ترجع للماتشات اخويا؟ ترجع لدا بلاصتو. هذا متنفس ديال المغاربه كاملين، يعني الله يحسن العوان. الواحد تيبقى ضارب تماره سيمانه كامله تيتسنى ذاك الويكاند اللي تيبغي يخرج ويشوف اللعابه ديالو، يشوف الفرقه المحبوبه عنده. يعني هادشي اللي الله يحسن العوان، يعني تبغي يفرغ هذاك الشيء، تبغي يخرج وليداتو العائله ديالو بغيو يتفرجوا في شي ماتش، حتى هذا الشيء تمنع منه. يعني سيرتو حنا يعني تبقى تتريني سيمانه كامله باش انك في اخر الاسبوع خصك تفرح الناس اللي تيبغيو الفرقه اللي تتهز التوني ديالها. هذا الشيء ماشي بالسهل، ولكن جات الظروف اللي على العالم كامل. نتمنى وان شاء الله ان تفوت ونرجعوا ان شاء الله الحياه الطبيعيه ان شاء الله. سي ابراهيم، كنعرفوك كعميد ديال نادي الوداد، كنعرفوا النجاحات ديالك كلاعب كره القدم، كنعرفوا عليك على انكم من اكثر اللاعبين تتويجا في كره القدم الوطنيه، ولكن بزاف ديال الناس ربما انت اليوم كنقدمك كموديل، فهمتي، موديل اسويف لهاد اللعابه اللي يلا طالعين.
ثم يشوفوا الموديل ديال سي ابراهيم النقاش اللي في هذه السنه هذا وتبارك الله الله يطول لك في العمر، مازال قادر تلعب لسنوات اخرى على اعلى مستوى مع اكبر نادي في المغرب ومن اكبر نوادي في المغرب اللي هو فريق الوداد الرياضي. ابراهيم انا بغيت نرجع لك الطفوله ديالك، عرفتك ملي تكون تهضر معايا كتهضر مرتاح، كتهضر بلا ضغط بلا والو، كتهضر مع اخوك مع صاحبك. عاودنا شويه اخويا. الو 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 كي داير؟ لاباس؟ بلغ لهم السلام ديالنا بعد الوداد، بلغ لهم السلام ديالنا وخليهم على راحتهم. الله يحفظك الله يبارك فيك. ملي كنتي في لاج ديال وليداتك، عاودنا شويه على ديك الحياه ديالك، الصغر ديالك، فين تربيتي، كيفاش تكبرتي، الاسرار ديال الصغر ديالك اللي ما عرفتش الجمهور ديال الوداد. دابا بالعكس، دابا الحمد لله الجمهور ديال الوداد دابا ما بقاش دابا يقتصر عليه انه يعرف اي الماضي ديال اي لعاب ديالو. طبعا هذا الحال دابا تيبغيو، دابا سيرتو الجماهير دابا تيبغيو يعرفوا اشنو الحياه ديال اللعابه ديالو، يعني ولاو عايشين معاهم. الحمد لله اللعابه ديال الحمد لله ديال الوداد كاملين، الحمد لله هادشي كان لهم شرف انهم يحملوا قميص فريق الوداد ويتوجوا معاه. ابراهيم نقاش الحمد لله تا هو من اللعابه اللي دوزوا تماره في الصغر ديالهم، لعبت في الاحياء، لعبت هذيك تماره هذيك تماره. شوف سي ابراهيم، هذيك الصغر بغي نعرف انا الصغر ديالك سبعور يلا دزتي هذيك الساعه فين دزتي فين كبرتي؟ وانا تقريبا ولد في سيدي عثمان، تربيت مع الدراري تماكين، يعني لعبنا الماتشات ديال الاحياء وكيف، يعني ما غاديش نقول بحال دابا هاد الوقيته اللي كلشي دابا ولا الدنيا عامره دابا يا ولا الديور ولا دي، يعني الحمد لله كانوا مجالات فين كنا تلعبوا ماتشات بالاحياء، يعني بين الدرب ديالنا والدرب اللي ورانا ولا نلعبوا مع الدرب اللي تحتاني، يعني وتنبقاو نشدوا مع الفراقي بعدياتنا وتلعبوا ماتشات في الدرب. يعني الحمد لله دازت الطفوله الحمد لله مع الدراري اللي باقي لحد الان تنتواصل معاهم. يعني تعذبوا معك والديك شويه الصغر؟ لا يسر ماشي، هما في الاول يعني بغاوك اي اب وام تبغاوك تمشي تقرا، ماشي يعني ملي تقول لك سير تقرا وهذه، يعني ديك الساعه ديال الكره، ديك الساعه بنادم راه ما كاع ما تجي في باله انك تمشي تلعب كره ولا دير منها مستقبل ولا تبغي دير منها عائله، تيقول لك يعني الكره هذيك الساعه تيقولوا لك الكره ديال السلاقط، سير تقرا تيقول لك سير تقرا وهذاك الشيء باش تضمن مستقبلك وبغيتك هذه، يعني راك عارف الوالدين تبغيوك بحال هكا. ولكن الحمد لله ملي تكون عندك واحد العزيمه واحد الرغبه في واحد الاتجاه تاخذو الا وخصك صافي تتولي. كيفاش كان المسار الدراسي ديالك؟ كيفاش دوزتي المسار الدراسي ديالك؟ مشوي كنت غادي بيه عادي نورمال الحمد لله، داكشي حتى وصلت واحد المرحله ديال واحد الاختيار صافي، يا اما خصك تتبع الكره ولا تتبع القرايه، يعني حتى ما كانتش شنو قسم كنت ديك الساعه في الثامنه ثانوي، انا في الثامنه اعدادي كنت صافي قررت على انك تخرج من الدراسه ديالك الثامنه اعدادي، يعني كنا الحمد لله اش نقول لك، كل ما كاش واحد توافق ما بين سميتها ما بين الكره وما بين القرايه، يعني كانت يعني خصك تضرب ديما واحد ربعه السوايع خصك تضربهم ما بين العشرة ل 12 وما بين 12 ل 2، يعني خصك ضروري خصك تضرب هذيك السوايع. الحمد لله ممكن المدربين اللي كنت تريني عندهم، يعني هما اللي ما خلاوكش انك، يعني عطاوك انك تقول لك يا ولدي يا اما تعزل الكره ولا تعزل القرايه ديالك، جاوك من الاخر. فاش كنتي كتلعب هذيك الوقيته ملي خيروك بين القرايه والكره؟ هذيك الساعه كنت طلعت للجنيور بي ديك الساعه. ديال من؟ ديال اين فرقه؟ الوداد، كانت ديك الساعه مع الوداد ديك الساعه، باقي ديك حدز الكاتيجوري ديال الكادي مينيم كادي جونيور، وصلت تقريبا الجونيور بي، طلعنا الجونيور بي صافي، ولات مع كاينه ديك الساعه لونطريمون تكون ما بين 12 للجوج. ما بين 12 للجوج، يعني خصك تضرب ضروري خصك تضرب واحد ساعتين قبل وساعتين بعد. يعني انت ولد الوداد سي ابراهيم؟ ايه ولد الوداد.
يعني من صغرك ويدادي من دستي. تقريبا من الصغر انا يعني مع الوداد، بديت مع اول فرقه نيت بديت مع الوداد، والحمد لله الشيء اللي خلانا دابا الحمد لله ولينا درنا وكما قلت ورجعت للفرقه ديالك الام. سي ابراهيم لعبتي الوداد، شنو خلاك تمشي تقيتي في الوداد؟ اللي خلاني تقيت في الوداد هو ان كنا ديك الساعه باقيين صغار، وكان شدنا واحد كان شدنا واحد واحد السيد الله يعمر ليه الدار، شدنا نيت دار واحد الفرقه ديال الاحياء، وبقينا تلعبوا ماتشات هي ديك. قلت تقريبا لعبنا ماتش مع الفتيان ديال الوداد، والحمد لله كان يعني تألقت انا وواحد ربعه الدراري اللي تقريبا بقيت صابر مع فريق الوداد، تقريبا الوحيد اللي بقيت صابر، اما البقيه عندي كل شيء مشى اتجاه القرايه اتجاه هذه اللي كانت كما قلت لك كانت صعوبات شويه من الناحيه الماديه ومن ناحيه التنقل من الدار وهذه، وعاد باش تخلي الصعوبات ديال الوالدين اللي تقول لك سير تقرا ممكن انايا اللي كنت تنخون لونطريمون ديالي باش نبقى مرتبط مع الفرقة. انا مشيت للوداد هذاك النهار الاولاني، واش بقى عاقل عليه النهار الاولاني فين مشيتي لملعب بن جلون باش تلعب الوداد؟ كيفاش مشيتي؟ شكون داك؟ شكون استقبلك؟ شكون اللعاب اللي لعبوا معك هذيك الوقيته اول مره؟ تقريبا ديك الساعة عندنا تقريبا شي 8 سنين وكاي شي 7 سنين، دانا كنا مشينا في واحد ترافيك كنا مشينا فيها وحنا تقريبا حنا والدراري كاملين، ممكن مشينا لقينا يعني دخلنا لداخل بن جلون، لقينا نيت استقبالات ديال المدرب اللي الله يرحمه الحاج المهدي الله يرحمه، هو اللي كان مكلف ديك الساعه بالفتيان ديال فريق الوداد. دخلنا يعني عطانا الفيستير، دخلنا لبسنا فيه الحوايج فرحانين، يعني غتلعب يعني باش انك تتلبس في فيستير الوداد وغتلعب ضد الفرقة الوداد، يعني شي حاجه اللي تقريبا جديده علينا بزاف، والحمد لله لعبنا في الكار يعني شكون بقى عقل على الوجوه اللي كانوا معك هذيك الوقيته اللي بقى عقل عليهم اللي كيلعبوا اليوم الكره اللي مشيتي اول مره للوداد؟ كذب عليك والله العظيم، اللي قاعد تقريبا ديك الدراري اللي سميتها كل شيء متجه، اللي ما قلت لك الدراري اللي تقريبا بقاو معايا اللي بقاو تترينيو معايا هما اللي بقيت عاقل عليهم. دابا كل واحد واش متجه، كاين اللي سافر على برا، كاين اللي باقي كاين اللي دابا تيشتغل في شركه، كاين تيشتغل ميت في واحد الدري نيت تيشتكر كمدير في بنك بي ام سي او، يعني هذوما اللي بقات بيني وبينهم تواصل لواحد الحارس. شوف ابلاتي نعم. ابلاتي ابراهيم نعم. حل عنده الكونت عند صاحب الكونت ديالك، حلو عنده ولا عند شي واحد اخر؟ لا غير تكي تواصل ديالي معاهم في التليفون، التواصل ديالي معاهم في التليفون. حالش عنده الكونت بعدا؟ لا حيت دابا ياك عارف دابا الواحد دابا مع هذا دابا يا سيرتو جات في هذا النهار اليوم العيد راه اللي شديتيه والله. لكن الحمد لله بقات ذكريات زوينه اللي صراحه تنبقى نرجعها، يعني الا تتكون ذكريات زوينه اللي الحمد لله باقي خالده في الذهن ديالي. الذكريات هذه ديال ابراهيم النقاش والبديه ديالو مع فريق الوداد، اكيد انه هذاك كاينين الناس اللي عاونوك اللي عطاوك الثقه في البديه ديالك مع الوداد. خلي الوليدات ما ديرونجاش معاهم، وديهم دروج خليهم يبكيو ويضحكوا ويديروا اللي بغاو يا اخي. حنا نشوف غير جوج صحاب مع بعضياتنا نهضر معاهم، دير اللي بغيت اخويا ابراهيم، جوج صحاب كنهضروا مع بعضياتنا. الله يحفظك لي اخويا. ناس صديقي العزيز اللي كان عندهم الفضل على ابراهيم النقاش في الوداد في البديه ديالو، شكون هما هاد الناس؟ اللي كان في الوداد اللي كان في الوداد اللي دابا لحد الان اللي اول واحد نيت استقبلني هو سي سي محمد الشاكي. اييه عائلة الشاكي تحية لهم. تحية لهم هما صراحة. السي خالد كان مهتم يعني بالأريديات ديال الملاعب كاملة في بن جلون، يعني وكان تقريبا أول واحد شجعني قال لي غير صبار وهذه وإن شاء الله راه غادي توصل وهذه، ولحد الان الحمد لله ديما ضروري ملي تندخل
الملعب بن جلوني الا هو اللي تلقيت معاه، خصني ضروري نمشي عنده لانه صراحه من الناس اللي تفائلوا انني نجح مع فريق الوداد. الحمد لله هذا الشيء اللي وقع الحمد لله. شنو البوست الاولاني اللي لعبتي فيها ابراهيم اللي كنعرفوا على انه من اللعابه اللي لعبتي بزاف الصور ديالك اكيد وممكن تاكدنا هذا المعطى، جريتي بزاف، لعبتي بزاف ديال الماتشات، تعلمتي في صغرك، انت ماشي من اللعابه مثلا ان غران تكنيسيان، مي عندك واحد لونغاجمون فيزيك، عندك واحد الرغبه اللي ما كاينش عند بزاف ديال اللعابه في البطوله. يمكن دراعك هذا بلاتي تكتز بيه الالقاب اليمين ولا اليسار، ضرك بدليتي ترلي هزيتي، في كاين السر؟ ما جي قلت كيسر الحمد لله اني في كتنيش بداية البداية ديالي يعني في وسط الميدان، ولكن داك الساعة الصغر ما كنتيش ملتزم بانني نلعب ميليو تيران ديفونسيف، يعني كنت ممكن تلعب في ميليو تيران ادوات ولا اغوش، وتنطلع ونهاجم ونساعد اللعبة ديالي في سيغتو في لي كوتي دروا ولا في كوتي غوش، يعني ديك الساعة اللعابة صغار ديك الساعة ما كنتش ممكن كنتي يعني كنتي غادي تحترم البوست ديالك واحد شوية، راك عارف ديك الساعة خصك تبع البالون وخصك تجري هنا وتجري هنا، خصك ضروري خصك تلمس البالون بزاف، واش اللي ما خلاناش اننا ابراهيم اسمح لي دخل اخويا هنا جواد اليميق كيقول لي سفيان سول علاش مسمين عليه العواشر سيل تو بلي الكلوه، ما فهمتش انا شنو بغى يقول هذا السيد، جاوب شكون هو هذا اليميق؟ يميق راه حيت اصلا فاش كنا في ليكيب ناسيونال كان كنت انايا ما تنعيطش عليهم بالاسامي ديالهم، تنعيط عليها جا عشبه جا كلوه جا هادي يعني مسائل ديال الضحك باش نخلقوا غير اجواء ديال الضحك وداكشي، يعني شكون اللي كان مسمين عليه كلوه؟ بحال دابا يا جواد كنت نعيط عليه عشبه، تنقول لي اجي عشبه اجي نهضر معاك ولا اجي نقول لك واحد الحاجه، دراري اخرين بحال اوناجم يعني نوصير الدراري اللي زعما تيكونوا معايا. شنو كنتي تقول اوناجم شنو كنتي مسمي اوناجم شنو كنتي تعيط له؟ كنت اللي كنت نعيط عليه العشبه هذاك، تنعيط عليه العشبه هذاك الشيء علاش. ونوصير؟ لا نوصير، لا نوصير بينات، نوصير كاين بينات الاعتيار على نوصير شادي هذه، لانه هو دابا لحد الان اللي معايا تيكون معايا في لي شومبر وداك الشيء، يعني كان بيناتنا واحد الاحترام ما كاينش. راك عزيز شوف عطي لقيته لبنيته بعدا، عطي لقيته لبنيته دخل على بعدا وبقى معنا تفضل. دابا يا وصلت المرحله ديال النعاس ديالها ودابا خصها فين يتفشوا عليك. خذ راحتك اخويا، شوف خليهم على راحتهم. مرحبا خليهم على راحتهم خويا العزيز. مرحبا اخويا. قلت لك انت كتهضر على ديك المرحله ديال الوداد، لعبتي في الوداد لعبتي تبارك الله، الله يصلحها والله يحفظها والله يخليك. شو سميتها بعدا؟ سميتها الاء تكلمي. الاء صافا الاء لاباس مالك انا الله يحفظها الله يحفظها الله يبارك فيك الله يحفظها في الان، خليها عندك دخل عليها وخليها عندك يا صديقي. هذه الصوره الاخرى ليماج الاخرى ديال سي ابراهيم الاب. ابراهيم تعطلتي شويه في الزواج ولا تزوجتي في الوقت ديالك ولا اللي هو هذا؟ لا الحمد لله تقريبا شحال في عمرك تزوجتي؟ عندي 27 عام. كان عندك 27 عام في اللي تزوجتي؟ 27 عام. لا تزوجتي في الوقت هو هذاك اخويا. لا الحمد لله هذيك الساعه شارب عقلي ودخل سي ابراهيم لعبتي الوداد كيف ما قلت لك، عاونك الشاكيل دخلتي لعبتي في الوداد، كانوا الناس اللي عاونوك في الوداد، ما وقعوش مشاكل في البدايه في الوداد اللي ربما كانت خلاتك على انك تبدل العتبه تمشي تقلب على نادي واحد اخر؟ بطبيعه الحال ما غاديش جيت فرقه كبيره اللي سميتها الوداد وفيها لعابه يعني اللي صعيب باش انك تكون وسطهم، ضروري ما غتكون عندك العراقيل، ضروري ما تكون العراقيل، ما يمكنش لك تجي تلقى الارضيه مفرشه لك. ممكن في هذه المرحله هذه ممكن الحمد لله الامور ولا بزاف الحوايج ولا زوينين دابا، يا ولا حتى من القرايه ولا تتمشي مع الوقت ديال الكره، تتقاد المسائل ديال القرايه ديالك مع الكره، بزاف الحوايج دابا مفرجه ماشي بحال بكري،
يعني خصك كانوا خصك بزاف الحوايج خصك باش ديرها باش انك تاخذ فرصه ديالك في فرقه كبيره بحال الوداد. وهادشي ورغم ذلك الحمد لله ما بقيت مآمن انني خصني نبقى نتقاتل ناخذ الفرصه ديالي. يعني جات مرحله ديال انني ناخذ الفرصه ديالي في ليكيب ا آه. جات القضيه اللي باش نكون مع ليكيب ا آه. وكان جا اوسكار الله يرحمه هو اللي طلعنا ليكيب ريزيرف باش نكون مع ليكيب بروميان. درنا ليكيب ريزيرف مي ما سهلش الله. هي فاش جات فرصه انني خصني خديت قرار انني خصني نخرج من فريق الوداد باش نبرز راسي ونعطي فرصه. علاش ما لعبتيش مع اوسكار ابراهيم؟ اوسكار يعني كان داك البوست ديالي شويه كان عامر. يعني كانوا فيه لاعبين يعني يعني عندهم اسم كبير في الوداد بحال خامه بحال الرتباوي الله يرحمه سعد عبد الفتاح. يعني كانوا لاعبين يعني في سميتو شمس الدين. كانوا لاعبين في المستوى اللي البوست ديالي كان شويه عامر. يعني ما كاين اللي كنتي بغيتي تلعب تاخذ فرصه خصك تاخذ فرصه في شي بوست اخر. ولكن انا ما قلتش ليا انني كما قلت لك كنت ضابط على اساس اخرى. يلا سير عند ماماك باش تفكر فيها. لكن قلت لك كان صعيب باش تاخذ فرصه وهذا الشيء اللي خلاني نخرج من فريق الوداد باش ناخذ فرصه ديالي. خلا عندك اخويا. شوف البنيتيه الاولانيه هاد الصور هادي ديال السي ابراهيم الاب. شو عليك اخويا؟ الله يبارك فيك اخويا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. مع اختاياك شوف ملي كيكونوا ولادك صغار هو الاخواتات لا عادي عادي تويميات عرفتي تويميات واحده قبيحه وواحده ضريفه. ضروري تقول قبيحه تحقر على الضريف. عندك تويميات الله يحفظهم الله يصلحهم. الله يبارك فيك. تبارك الله الله يصلحهم الله يخليهم لك اخويا. الله يصلحهم. اللهم امين لا اختك الله يعزك لا اختك الله يحفظهم. الضريفه هذه اما القبيحه راه هي اللي جات تدي لي بيتيز. معليش اسيدي معليش. الله يصلحهم الله يخليهم لك اخويا. سي ابراهيم كيف ما قلنا ما لقيتيش بلاصتك في الوداد هذيك الوقيته اللي كان فيها خالد خامه وشمس الدين جنابي ورتباوي والعدد كبير من اللعابه الكبار اللي كانوا في الوقيته في الوداد. فين مشيتي من بعد وشنو وقع وشكون اللي خلاك على انك قلبتي على الوجه ديالك والرزق ديالك في دار واحده اخرى؟ هذا بهذا الحال اللي تشوف انك يعني انت تكون عندك الله سبحانه وتعالى عطاك واحد العقل خصك تخدمه. من تشوف انت يا خيتي الفرصه ديالك بينتي هذه من الحمد لله. من تشوف ان البوست ديالك عامر ما خصكش تبقى تضيع الوقت. ضروري خصك تقلب على راسك. اللي الحمد لله اللي صار هو انني بانت لي انني خصني نخرج. اضطريت اني نضحي بزاف الحوايج باش ناخذ فرصه. الحمد لله مشيت لواحد الفريق الليبي الحمد لله اللي سيفت لي بزاف لي سي في. اوكي واخا ما كانش عندي سي سي في كبير ولكن مشيت الحمد لله ويعني وخديت فرصه معاهم. والحمد لله بينت بانني غادي نستاهل انني ناخذ فرصه معاهم. ووقعت عام مع فريق الترسانه طرابلس ودازت الحمد لله في احسن الظروف. ورجعت عاوتاني سنيت في 6 شهور نيت مع فريق مع النجمه بلغازي. و 6 شهور دوزت مع فريق التونسي جرجيس ترجي جرجيس. شوف 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 سي ابراهيم نعم خويا محارب من صغرك. واش غدير؟ مشيتي للدوري الليبي كتقلب على رزقك وكنتي واحد المساله باش كنعرف هادشي علاش كنحتارمك. الله يحفظك. ملي صيفط لهم لي سيفي اللاعب اللي كان باغي يلعب كيقلب على رزقه ياخذ الطرف ديال الخبز وفم السبع. مشيت هذيك الوقيته الليبيا في واحد الوقيته اللي كانت اللي كان الدوري الليبي ربما كانوا كيعطوا دي سالي ربما مزيانين بارابول البطولات ديال المغرب. شنو هي الحاجه ربما اللي ما بغاش تنسى لك وقعت لك في ليبيا؟ اللي وقعت هو انني مشيت تما كاين يعني قريبا باش غير خصك تاقلم مع اللغه ديالهم اللي كانت شويه صعيبه. شنو المصطلحات اللي تيقولوا
ممكن تقدر واحد يلوح لك شي كلمه وانت هي ما عارفه شنو المعنى ديالها. يعني العقليه ديالهم شويه ماشي تلهيه، يعني خصك كيفاش خصك تدخل راسك معاهم باسرع وقت. باش شنو اول كلمه تعلمتها باللهجه الليبيه باش تتاثر؟ هي قعمز، هي جلس ريح. زيد السيد، زيد عطينا اخويا، فكرنا باللهجه الليبيه. اللي كاين شي هضره يعني باهي، يعني باهي يعني مزيان مزيان مزيان. كاينين شي كلمات يعني اللي، لكن هذوك الناس صراحه مين تتعاشرهم تتلقاهم تقريبا بنفس العقليه ديال المغاربه. تتعاشرهم يعني حتى هما مضيافين، شي حاجه ديالهم ماشي ديالهم يعطيوها لك. يعني الناس يعني لقاوك تيختو، لقاوك معقول يحترموك ويعطوك ويدخلوك لديورهم بدون ما يخافوا صراحه. الله يفرج عليهم في هاد العواشر هذو، الناس الليبيين ناس طيبين. الله يفتح عليهم هذوك الناس، هذوك الناس طيبين بزاف. لا طيبين وتيبغيو المغاربه بزاف. والحمد لله لقيت الحمد لله. دوزت في ليبيا سي ابراهيم؟ لقيت دوزت معاهم عام ونص في ليزيكيب بجوجهم في طرابلس وبنغازي. وي وفي جرجيس. امتى مشيتينا؟ عام مشيتي لجرجيس صرجي؟ تقريبا تكون في 2001 وقيلا. 2001. شكون كان المدرب؟ كيفاش مشيتي من ليبيا لتونس؟ كان عندنا واحد الماتش بيناتنا معاهم، وممكن كان الحمد لله ذاك الماتش يعني دوزت فيه كما تنقولوا دوزت فيه بارتيه مزيانه، هي اللي الحمد لله خلاتنا المدرب انه يتشبث بانه باش يتعاقد معايا. وكان النيت كانت عندي شويه ماشي تليه واحد يعني العلاقه يعني في الاخر علاقه مزيانه مع الفريق الليبي، شويه اللي خلات انني نسرع باش نمشي ندوز معاهم هذاك الست شهور باش نكمل معاهم لا سيزون ان شاء الله بحول الله. تونس ما طولتيش بزاف في تونس؟ لا ما طولتش، تقريبا مشيت في البيريود ديال في الاخر ديال الشامبيونا اللي خلاتنا نيت. الحمد لله الفريق كان شويه عنده مشاكل في النتائج، والحمد لله يعني تقاتلنا معاهم مع اللاعبين اللي كنا معاهم الحمد لله باش خليناه في الدرجه الاولى. هي فاش كانت معاهم واحد اتفاق انني الى كانت عندي فكره انني نرجع وندير معاهم ونتفاهم معاهم عاوتاني من جديد، ولكن من شفت يعني بالرغبه ديال الدار يعني خصك تقول لك باقي شويه لاج ماشي باقي صغير، تيقول لك خصك تبقى وهادي بارك عليك من الغربه بارك عليك من هادي. الحمد لله اللي خلاتنا انني نبقى نقلب على الفرصه ديالي عاوتاني في المغرب. فين رجعتي للمغرب؟ كيفاش تسينيتي؟ جيتي سيتوان لي فار ولا سيتوان؟ لا يعني اول حاجه سينيت مع الاتحاد المحمديه. كنت قلت زعما الاتحاد المحمديه وي وتقريبا الاتحاد المحمديه ما كانش عندي رغبه انني نمشي نسيني فيها، يعني غير جرني واحد الصديق ديالي في الحومه كان تيتريني مع فريق الاتحاد المحمدي وهو حارس مرمى يعني، وكان تيدوز تيست تماكين وقال لي يلاه معايا زعما توانس معايا على اساس باش يلاه تريدي مع راسك وداك الشيء تبقى شاد لافورم ديالك ترجع تبغي ديك الساعه تشوف فين بغا تمشي. وبالفعل نيت قلت من الاحسن نيت انا هذيك الساعه باقي يعني سيغتو ملي تكون دمك حامي خصك في اي اتجاه خصك تمشي باش تريني، يعني فين ما جرك شي واحد خصك تمشي تريني باش يعني الدماغ ديالك صافي كلشي عطيتي لونطريما ديالك الماتش هذا داكشي. يعني جاتني سهله انني نمشي معاه وقلت مشيت انا نتريني مع فرقه وداكشي، ونبقى كاردي لا فورم ديالي ونبقى نتريني احسن حتى ندير تيدير الله تاويت الخير. وهادشي اللي طرا مشيت تريني معاهم تقريبا الحصه الاولى، وكان المدرب مثال ليا الاسم ديالو الله يرحمه هو اللي كان شاد الاتحاد المحمديه، وكان ديك الساعه المسؤولين الحاج كلاوه هو الله يرحمه والرئيس الفريق الشواف محمد الشواف اللي حتى هو تنحيوه من هذه المباراه. تقريبا كانوا ديك الساعه تقريبا
راك عارف صحاب لي تيست راه تكون تلقى تقريبا 40 واحد تيتسنى النوبه ديالو وهادي وهادي. يعني من جا عندي المدرب قال لي اش من بوسط تلعب؟ قلت له انا كنلعب وسط التيران. من قال لي دابا وسط التيران عامر غتلعب دومي سونتر، قلت لي لعب دومي سونتر صافي. هادي كون قلت ماشي مشكل، يعني من قال لي تلعب دومي سونتر بلا بدون اي زعما اي نقاش معاه ولا شي حاجه، قلت لي مرحبا ما كاينش مشكل، حتى انا غادي على اساس باش نتريني وصافي، ماشي غادي باش غير نمسيني. يعني مشيت لعبت دومي سونتر، يعني درت له رول ديال بحال ميليتير كوفيرتور، تنصح الدري صاحبي انت يا شارجي اللعاب انا نكوفريك، يعني وتنخدم معاهم مرات نكوفري لا دروات نكوفري لا غوش، يعني ممكن لي فور اللي تنديرو في ميليو تيران كوفري على لا دروا ولا يا غوش درتها على درتها في دومي سونتر. وفي تقريبا ما كملت شي تقريبا شي 20 دقيقه ويعيط عليا المدرب، قال لي نيت قال لي اجلس حدايا، بقاتي سيستم تقفية في كتي في جيتي في مشيتي. قلت له ودي انا دابا لحد الان راني كنت في يعني اخر مشوار ديالي كنت في تونس، وقول لي دابا الا بغينا زعما. قلت له دابا انا راه بمثابه ليبر، يعني ولا بغيت نجيب زعما البي سورتي ما كاينش مشكل، ديك الساعه تريس لهم ولا شي حاجه ماشي مشكل ديك الساعه. قلت لي لا سهل الله نوقعت معاكم هذيك الساعه ما كاينش مشكل، هذيك الساعه راه عندي علاقه مع الناس ديال الفريق وغادي يسالت لكم ماشي مشكل صافي. قال لك صافي هذيك صيفط لي صيفط جاو عندي نيت الحاج قلاوه نيت الله يرحمه والمدرب جاو عندي تقرا حتى لحدا الدار سيد عثمان وهادي، وجابوا لي الوراق ديال باش نوقع معاهم، يعني شي جاب بسرعه، يعني عرفت بلي ان صافي الفرقه بغات نوقع معاهم. والحمد لله سينيت مع الاتحاد المحمديه وبديت معاهم تقريبا اول ماتش، بين ما جاتني ما لعبتش معاهم تقريبا في البطوله ديال الدوزيام ديفيزيون، ما لعبتش معاهم جوج ماتشات لان ديك الساعه باقي البيت صورتي باقي ما جاتنيش من برا. هي فاش اول ماتش لعبت معاهم هو ضد نجم مراكش اول ماتش. الحمد لله من هذيك الساعه وحنايا الحمد لله اول ماتش مع فريق الاتحاد المحمديه بديت معاهم، هي هذيك دوزت معاهم عامين، كنت تقريبا كل عامين قاب قوسين اننا نطلعوا للبريمير ديفيزيون، ولكن النهج اللي تيمشيو به الفريق انهم تيكونوا تبرزوا اللاعب اي لاعب وتعطيو بحال من البرنامج اللي تيديروا البرنوصي. يعني تقريبا يعني نادي مكون طالب الحال، ولكن ما يخفاش ان الفرقه كانت يعني كان الامور ديالها كلها منظمه، يعني السالير ديالك في الوقت، المنح ديال المباريات حتى هما في الوقت، يعني كانوا الناس واقفين على شغلهم عارفين شنو تيديروا. يعني وصراحه كانوا لاعبين الحمد لله، كانوا لعبت مع لاعبين اللي عطاو الكلمه ديالهم في البطوله الاحترافيه بحال الحميد الصادق بحال علال الحويلي بحال عبد الله مهتدي بحال خضروف بحال شاكير بحال يعني دازوا لاعبين في الاتحاد المحمديه اللي الاسم ديالهم في البطوله الاحترافيه لحد الان، ولا اللي توقفوا على الممارسه حتى هما كان الاسم ديالهم الحمد لله بارز في البطوله. سي ابراهيم ربما غادي نبقاو ربما علاقه ابراهيم النقاش بنادي الوداد، ربما شنو افضل الذكريات اللي ترتبط باول تجربه ليك من بعد الوداد مع فريق في القسم الوطني الاول؟ لعبتي لتطوان ولعبتي لفار قبل ما تجي الوداد؟ لعبت في تطوان وفي لفار وفي الجديده. وفي الجديده شنو افضل ذكرى لك مع لفار ومع الجديده؟ الذكريات اللي تتخليك مع هذه الفرق هذه راه هما التتويجات، يعني انت تتوج مع فرق تتخلي واحد البصمه واحد الذكرى اللي ممكن حتى الا مشيتي زرتي المكونات ديال الفريق ولا مشيتي زرتي الفريق الا وتتشوف الصور ديالك مع دوك الالقاب اللي ديتي مع الفرق.
والحمد لله الذكريات مع هذه الفرق هذه الحمد لله يعني احسن كانوا دازوا في احسن ظروف الحمد لله كانت علاقتي معهم مزيانه. خديتي لقب معهم بهذا الحال؟ خديت لقب مع الجيش مع 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 جديده يعني لقب اللي ما تحش ليا هو مع فريق تطواني اللي كنا قاب قوسين ديال البطوله الاحترافيه ولكن ما سهلش الله والحمد لله عوضناها في الفروق اللي وقعت من وراء فريق تطواني. جديده ديتي لقب كاس العرش؟ نعم ديت معهم اول كاس نهائي في الرباط اول كاس العرش واول لقب في الخزينه ديال فريق الدفاع الحداش الجديد الحمد لله واللي اللي ديت معهم كاس العرش لحد الان. ولي فار ديتي لقب ديالاش ديال البطوله ديال كاس العرش؟ كاس العرش ديال كاس العرش كنت المدرب مع والتر ماوس. مع والتر ماوس وي مدرب بلجيكي اييه. وكيفاش رجعتي للوداد؟ من سال العقد ديالي مع الجديده ممكن تقريبا كانوا بزاف العروض ديك الساعه مع من سال العقد ديالي ممكن فريق جديد عطاني انني عقد باش انني نوقع معاهم من جديد ولكن الرغبه ديال العائله يعني بغات سيرتو انا ولد كازا وبغات تستقروا في كازا زائد الابناء ديالك يعني تاهما خصهم يكبروا وسط العائله الكبيره والصغيره ديال ابراهيم النقاش هي اللي تغلبت انني نوقع مع فريق الوداد والحمد لله جا عرض الحمد لله من بحكم مع فريق مع الرئيس سعيد الناصري اللي اول ما شد فريق يعني فريق الوداد يعني كانت جلسه معاه اول جلسه معاه يعني اتفقنا على كل شيء الحمد لله ما كانت حتى شي مشاكل الحمد لله كان يعني وافقت على المشروع ديالو وهذا الشيء اللي خلاني انني نوقع بدون اي تردد لان اي واحد يتمنى يسيني في الوداد ويحمل القميص ديالو التخوف اللي كان هو من جانب ديال العائله ديال ابراهيم النقاش ومن المحيط ديالو ومن الاصدقاء ديالو لانني ما نجحش في الفريق ولكن كانت عندي رغبه قويه باش انني نوقع في الفرقه ونعطيها كل ما عندي باش ننجح فيها وناخذ معاهم الالقاب لان فريق عزيز وفي القلب واللي تيبغيه كل المغاربه. سي ابراهيم ملي كنتي في ليبيا بغينا نعقل لعبتي مع السعدي قدافي؟ لا اياه لعبت تقريبا ضده شي تخوف وقت ما تاكليتيش عليه شي نهار ولا لا جاوني تنبيهات من جهه هذا الجانب هذا تقريبا راه من قبل ما يتلعب البارح باقي تلبسوا في الفيستير تيصيفطوا لك زعما تيصيفطوا لك بحال دابا الكارد كور ديالو ولا المسؤولين ديال الفرقه اللي غتلعب مع داك هو ديك الساعه كان تيلعب مع الاتحاد الليبي تيصيفطوا لي الفيستير واحد واش جوج مسؤولين ولا ما جوج اللي كارد كور باش تيسولوا على المحترفين اللي كاينين في الفريق يعني وتيسولوا على البوست اللي تيلعبوا دوك المحترفين وجابوا يعني من الصدف انني انايا في البوست اللي غنكون نكون ندير ليه انا الماركاج حيت هو تيلعب ميليو اوفونسيف وانايا تيلعب ميليو ديفونسيف يعني تيجي وتنبوك تيقول لك يعني بلا ما تكون معاه واحد الاحتكاكات كبيره ولا شي حاجه ولا كعارف القضيه في الاحتكاكات اللهم تبعد شويه وصافي تكيتسي في هذاك الماتشات ما لعبتي في الاول كنت غير رفض يعني على اساس قلت لهم انايا من الاحسن نتجنب هاد الماتشات من الاحسن يعني بلا من الا ما الا كنت غادي نلعب وغادي نبدا داير الاحتياطات ديالي من الاحسن يعني بلا ما ندخل لهذاك الماتش ولكن الفرقه يعني تتكون من تتكون مرتبط معاهم بالعقد ديالك ضروري خصك تقول لك لا خصك تحمل المسؤوليه ودخل تلعب ولكن تعرف القياس ديالك صافي هذيك دخلك ولكن الحمد لله ما كانش بيني وبينه الاحتكاكات يعني راك عارف ممكن تلقاه محمي اكثر من انك خصك تحبي انت يعني اللي ضربات تيكون راك عارف حتى هما لاعب وخايف ممكن كون تدوز من حدا
ويطيح راح تخسر صفر. الحمد لله عليك ابو ابراهيم. الحمد لله داز فترة شوف فترة وداز ليليها وليليها. لا 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 الحمد لله داز فترة زوينة وتبقى من الذكريات الحمد لله. سي ابراهيم شكون المدرب اللي رجعتي للوداد؟ شكون المدرب اللي كان؟ نعم من رجعتي للوداد المرة الأخرانية شكون أول مدرب تريني لعبتي معاه؟ أول مدرب اللي ترينيت معاه هو توشاك، سي توشاك هو تقريبا يعني هو اللي فاش جينا جينا كاملين جهزنا على الوداد ديك الساعه كاملين، الرئيس جا جاوا اللعابه جا المدرب كلشي جا كلشي جا بدقه. مي الحمد لله الحمد لله جا كلشي بالخير ديالو الحمد لله. سي ابراهيم وي خويا بزاف اللعابه اللي دازوا معنا لا سي وليد الكارتي لا حسوني لا رضا الهجوج لا الدراري خوتنا وصحابنا مرحبا. هضرنا على ديك الرحله ديال المباراه اللي كانت البدايه والميلاد ديال نادي الوداد القوي القادر على انه يفوز بمباريات كبيره وقادر على التتويج بالارقام. ابراهيم واش باقى عاقل على واحد البراد ديالتي عمرتي لنا انت وزويا العروبي في الشومبر انا وياك والسي زويا؟ راك شرفتينا في هذيك الجليسه. لا حيت انت راك عارف اخويا فين عطي لافريك خصك دير ديما كما قلتي خصك دير الاحتياطات ديالك كيف ما تدير الاحتياطات ديالك في الماتشات خصك دير الاحتياطات ديالك حتى في المؤونه. وصراحه انايا لحد الان يعني لحد الان اي تظاهره افريقيه دابا هي ضروري تيحطوا لي المسائل ديالي ديال الريشو ديالك ولا ديال زوار؟ الريشو ديالك ولا ديال زوار؟ لا انايا انت متكلف باتايا بحال دابا الريشو البراد ديك المسائل ديال اتاي النعناع اتاي داك الشيء تنتكلف بهم انايا. زوير كان تيتكلف بمسائل ديال التقيوتات داك الشيء اللوز القرقاع والمسائل. اخي هذيك الليله انا كنقولها لهم كنقول لهم ربما اللي كيكونوا اللعابه تبارك الله خاتلين وبعقلهم حتى الكليسه كتكون بعقلها يعني باقى عقل اللي كان صلاح الدين السعيدي باقى عقل هذيك الليله لافي ديال الماتش الليله مكلا قبل الماتش ياك؟ نعم كانت الليله قبل الماتش ديال مازيمبي اللي شربنا ذاك اتاي. لا ذاك قبل جليلات قبل جليلات اللي فين 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 دخلتوا عندنا جيت نتايا نيت وهي فاش قلت لك اجي نشرب معنا كوز ديال تروبل تيلي راه وقيله موحش داك الشيء اتات المغربه اجي تريح معنا. وي الحمد لله هي ديك الجليسه مباش تنسى لي اخويا هذيك ربما هذيك هي البديه ديال وداد قوي قادر على انه يتوج على المستوى الافريقي ويربح اي فرقه في افريقيا كانت هذيك البديه ربما صراحه يعني داك الماتشات سيرتو ديال لافريك وسيرتو من تاتي الله مع المجموعه ديالك تتكون يلاه اول ماتشات ديالك في لافريك يعني تيكونوا شويه صعاب يعني كاين اللي تتلقاه ما عندوش اكسبيريونس في لافريك خصك كيفاش تخرجوا منها يعني تيكون واحد الضغط متبوع بنتيجه خصك ديرها مزيانه اللي تقدر تلعب عليها في المغرب ولا تقدر اللي النتيجه اللي خصك تحميها فاش تكون تماك في لافريك بحكم انك تكون ربحتي بختيرتو واحد الماتش اللي بحال الماتش ديال الموباتش اللي قلتي لينا دابايا ديال مازيمبي رابح بجوج لزيرو هنايا في المغرب مراكش. في مراكش خصك تمشي تماكين عندك تتلاح لك الهواجس بان راه الفرقه اللي تيجي تماكين بحال دابا كنا عاقلين ان كانوا خاسرين في تونس باربعه مشاو لوموباتشي ربحوا بخمسه الفرقه اللي جات تماكين تيعمروها يعني دائي التيران سينتيتيك تيلعبوك في واحد الوقيته اللي تتناسبهم همايا يعني مع تقريبا مع الجوج هذيك تاع راه حنايا تقريبا غير لونطريمان اللي دوزناها ولينا تنقلبوا على بلاصه اللي مضله باش تبابطنا ما يطيبوش يعني الجمهور قريب ليك داك الهاجس ديالهم يعني بالطريقه كيفاش يخلعوك باش انك تخرج من الماتش والحمد لله الدراري جاب الله تيسير
شوف كنا محظوظين ان الحمد لله كان ديك الساعه حكم سوداني، حكم سوداني تقريبا فاش لعبنا يلا بدا كنا خايفين من الحكم يلا لعبنا تقريبا السونتر تقريبا دازت واحد 10 دقائق زقلنا فيهم تقريبا شي ثلاثه لي زوكازيون نت يعني الماركي فيه كان زوير العروبي دار ماتش كبير يا لا تبارك الله عليه ديك الساعه زوير العروبي يعني توب صراحه الرقم واحد زعما في الماتش واللي عاوننا بزاف واللي خلانا نبقاو دائما داخلين في الماتش فاش 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 ماركاو علينا البيت ديال الاولاني عن بكورنين تقريبا عرفتي فاش ضربها براسو راه بحال عرفتي العرق ديالو رشوا علينا حنايا كاملين باش الجهد باش ضرب باش ماركا علينا تقريبا دازت تقريبا شي 10 دقائق زقلوا علينا تقريبا شي جوج كواري هي ديك تكلم معايا نيت الحكم قال لي يعني هضر معايا قال لي شوف ما تخافوش انايا عندي بناتي عندي بناتي ما غاديش ندخل عليهم درهم الحرام لعبوا مرتاحين ما عندكم ماش تخافوا يعني هذا الشيء منين قالوا لي وصلتوا للدراري قلت لهم راه الاربيط راه اللي قال لي لعبوا ما تخافوش لان غادي غيحكم كوريكت ديالكم ديالنا ديالنا يعني داك الشيء الحمد لله الاربيط الحمد لله كان في المستوى العالي يعني بين لينا حيت كان الخوف ديالنا شويه لا يسوقنا الاربيط لانه مرات تقلت كاين اللي ضربات اللي تبغي يدفع لادفيرسير اللي في الميدان ديالو في الجمهور ديالو تيبغي يدفعو باش انه يحقق نتيجه ايجابيه وشوف علم الله شنو تيطراو في الكواليس هذا الشيء زائد الهواجس اللي كنا عايشينهم ان غيكون ضدك الجمهور ضدك التيران ضدك الجو ضدك الاربيط وهذه يعني هذا الشيء كامل كان داخل في دماغنا ولكن الحمد لله منين هضرت مع الاربيط قلت له الله يرحم باك يعني شويه رخف علينا وهذه قال لي شوف انا عندي ولادي بناتي ديالكم والله ما ندخل عليهم درهم الحرام هذا الشيء اللي خلانا الحمد لله نبقاو مرتاحين ودوزنا الحمد لله واخا كان علينا واحد الضغط كبير وصراحه الفريق المازيني الحمد لله هذاك كان قاب قوسين انه صراحه عمرنا في ذاك الماتش تقريبا زعما كنا كنلعبوا سي ابراهيم نعم سي ابراهيم هذاك الماتش ربما الا بغينا نتحدثوا على الماتشات الكبار اللي دوزهم الوداد في هذا السنوات الاخيره غادي ياخذنا الامر بزاف ديال الوقت تقاتلتوا ولات عندكم اكسبيريونس كبيره ولاتوا قادرين على انكم برا والداخل ديال المغرب اللي بغينا نبقاو مع الحاله ديال النقاش ربما الشخصيه ديالك برا التيران ماشي الشخصيه ديالك داخل التيران مندفع مقاتل ربما شفنا بزاف ديال الصور بزاف ديال الالتحامات بزاف ديال لي ديال اللي دخلتي فيهم كتعكس شخصيه ربما مختلفه لابراهيم اللي كنشوفو قدامنا هنا اخيرا في مباراه ديال الديربي مع متولي شنو وقع الناس كيسولوا ابراهيم واحد اخر كنشوفو في التيران ماشي اخويا فيان حيت متى تكون الله يحسن العوان يعني ديال اللعابه سيغتو متى تكون متبوع بواحد الجمهور خصك تفرحو خصك تعطي نتيجه اللي يخرج بها راضي على اللعابه وعلى الفريق يعني الله يحسن العوان اللعابه تيكون يعني مشحون يعني الضغط عليه بزاف د الحوايج ممكن تبان لك تتخيلوا سيناريوهات بزاف ممكن حتى الاربيط يعني اي قرار خص تتخذ ضدك الا وخصك تمشي وسيغتو انني كابيتان ديكيب ممكن لي زاربيط ديالنا معذورين واخدين على احنا كلاعبين يعني احتكرينا بزاف بالافريك يعني وسيغتو انا كابيتان ديكيب يعني داك لونغاجمون ديال بطريقه الهضره ولا شي حاجه ممكن لي زاربيط يعني ياخذوها من عندي عاديه لاني تنهضر معاهم يعني بالاحترام سميتها ممكن حتى لي ضربات الله يحسن العوان حتى هما يا تطلقاهم حتى هما يا باغي يدوزوا البارتيه ديالهم احسن الظروف تقريبا الماتش المهم الماتش يكون فيه بزاف ديال الكواليس يعني الشحنه الغوات الصداع اللي خصك هذا حقي خصنا ناخذه ولا ماشي ديالهم لا هذه هي اللي تتخلي هذه المسائل تتوقع زائد الجمهور شنو ضربينك وبين جيد في هذاك الماتش
ممكن جيد معروف عليه الصرام ديالو والجدية ديالو حتى هويا، بحكم حتى هو يعني حكم في على الصعيد الدولي حتى هو، تنحييه لأنه حكم في المستوى الكبير وحتى الحكام ديال البطولة الاحترافية. جيد يعني من النوع اللي ما تخصكش تناقش معاه بزاف، ما تخصكش تناقش معاه بزاف. يعني ذاك الماتش كان فيه واحد يعني مشحون من كل شيء حتى من الاربيط، يعني مش تكلمت معاه يعني هضر معايا انفعل عليا، ولكن انا يا بحكم يعني التجربه ديالي الحمد لله والاحترام الكبير اللي تيكون بيني وبين الحكام ولا بيني وبين جيد، خلاني انني نتقبل اي قرار خداه. وبالعكس سال الماتش وخا ذلك يعني مع السي ابراهيم نقاش ديزاك سبيت لي كومونتير، لانه كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما نسمحش بهم في دي لايف بحال هكا. نخليكم شويه ديال الفيزم. سي ابراهيم السلام عليكم مره اخرى. وين معك سي ابراهيم؟ ربما نهضرنا دابا في الكفايه على هذه الحاله ديال سيرفون جيد. حدث ما حدث، ابراهيم خديتي بزاف ديال التيتر، هزيتي بزاف ديال لي كوب، بزاف ديال الدروع مع فريق الوداد البيضاوي، ولكن الشهيه مازال مفتوحه للالقاب ولا لا في هذا السن هذا؟ شنو السر المدفون؟ لا ما كاين حتى شي سر الحمد لله، غير ابراهيم نقاش الحمد لله سيريو اكثر من القياس الحمد لله، تنعرف اللي عليا واللي ماشي عليا الحمد لله، تنعطي الحق كل حاجه نعطيه حقها من جميع النواحي. تنعرف من ان فرقه الوداد فرقه كبيره عندها جمهور ديالها اللي تطالبك بنتيجه واحده، هي ان خصك دير القاب، خصك تفوز في اي مقابله وباش دير القاب، وهذا هو الحمد لله العقليه اللي عند دابا اللاعبين الحمد لله، هما ان خصك اي مقابله خصك تلعبها الا وخصك تخرج في احسن الظروف وتخرج الجمهور اللي تيمشي معك تيبلاصه معك في اي بلاصه، خصك ضروري ترجعو فرحان. وهادشي اللي تيخلينا انا ممكن انت دير بزاف التضحيات، يعني حتى من مساله الماكله يعني خص الواحد خصو يرد باله، يعني ممكن كيف ما تقدر انت تتشهى شي حلوه فيها لا كريم مسائل وهادي حنا نقدر نتشهاو غير بالشوفه هذه يعني ممكن بزاف الامور خصك تضحي باش ترضي ترضي الجمهور وترضي حتى الناس اللي تيثقوا فيك ملي تكون هاز التوني ديال الفرقه. سي ابراهيم نقاش، ربما شفت واحد صحيفه مصريه بلال كيتحدثوا على انه الوداد كيتريني الماتش باش يربحهم، انه كيترينيو خلسة في التخبيه، شنو رساله توجهها لهاد الناس اللي كتبوا هاد الهضره هادي كعميد الوداد؟ شنقول لك، ما غاديش نعمم المصريين وفيهم حتى هما ناس مزيانين، ولكن كره القدم ضروري ما غادي ما غتكون فيها بحال الحرب، يعني حرب يعني خصهم يكبروا الموضوع على اساس راه الوداد متفقين معاه باش خصها تاخذ اللقب، اللعابه راهما تيترينيو بالتخبيه باش انهم باغيين يربحوا الفرقه، يعني هذه هي المسائل اللي خصهم يتجهوا بها. راه تقريبا راه اول ما خرجت هذه القضيه ديال المشكل ديال كورونا، راه قال لك راه النقاش راه في كورونا وعاد اللعابه صحابو وهذا الشيء لاحوه الناس المصريين. درتي تحليل ابراهيم ولا لا؟ الحمد لله درنا التحاليل ديالنا الحمد لله، الحمد لله امورنا كلها بخير.
احنا واش درت التحليل ديال كورونا؟ لا ضروري درنا التحليل احنا ضروري ضروري شكون درها لعبة الوداد؟ انا بعدا درت التحليله ديالي على اساس باش طمأنيت على راسي وعلى باش وعلى باش من باش نحيدوا الشكل لعباد الله باش يديروا لهم راحه ابراهيم ما فيش واش واش انت كنتي مخالط لشي واحد ما داكش علاش مشيتي درتي التحليله؟ لا ماشي قد المخالط ولا مش مخالط غير انا يعني حفاظا على 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 السلامه ديال العائله ديالنا داك سميتها يعني كل واحد يعني حتى انا عندي واحد البروغرام تندير بيلون ديال العام كندير التحاليل ديالي والمسائل ديالي الحمد لله يعني الامور الحمد لله كلها بخير. حنا اصلا اللعابه ضروري اي دائما الطبيب تتجه لاي لعيب باش انه سي ابراهيم هاد النقطه ربما تقدر تسير شويه ديال الجدل خصني نوضحها واسمح لي. نعم خويا. واش درتي تحليله ديال كورونا ولا درتي البيلون ديالك؟ بيلون ديال الدم اللي كيديروا الانسان. لا البيلون ديالي ديال اللي تديروا كل العادي مشيت تحليله ديال كورونا مشيت تحليله ديال كورونا. لا مشيت تحليله باش نوضحوا. لا مشيت تحليله خاص يقدر الانسان يفهم يقول على انه راه مشى ابراهيم دار تحليله ديال كورونا فيروس بسير. لا خصك تمشي خصك تمشي تقلب عليها في خصك لا الحمد لله تنديروا التحاليل ديالنا كلاعبين اي لاعب بروفيسيونال تيدير التحاليل ديالو ديال العام الحمد لله يعني الحمد لله المغاربه الحمد لله لحد الان الحمد لله اللعابه ديال المغاربه الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير امورهم كلها مزيانه ان شاء الله وثاني ملي غترجع ان شاء الله ضروري الا رجعت ان شاء الله الكومبيتيسيون ضروري غيبغيو يحافظوا على المنظومه الكرويه الا وغادي ممكن غيتجهوا المسؤولين على هذه المساله هذه ديال يديروا التحاليل اللاعبين باش انهم باش يكون واحد شوف البروغرام اللي غادي يبغيو يطرحوه المسؤولين ونتمنوا ان شاء الله ان نكملوا الكومبيتيسيون ان شاء الله باش تمشي الامور عاديه. بالنسبه قلت لك الناس المصريين قلت لك هذه هو الاتجاه ديالهم هما انهم خصهم ضروري خصهم يكذبوا على الخصم ديالهم باش يخرجوا راسهم من الضغط. حنايا لحد الان لونطريمو ديالنا اللي تنمارسوها كلها في المنازل ديالنا بالتقنيه مع تقنيه الفيديو مع البريباراتور فيزيك زائد تنديروا حصص وفيديوهات تنصيفطوهم في الجروب ديالنا كلاعبين. الحمد لله هادشي اللي كاين. اما بالنسبه للونطريمو ديالنا خلصه ما خلصه راه هنا في البلاد عندنا حنايا حتى حاجه ما تتكون خلصه سيغتو في المنظومه الكرويه. سي ابراهيم كنت سعيد جدا انني نتواصل معك اليوم ربما هضرنا في شي حويجات اللي ما هضرتيش فيهم قبل ربما الاول مره سمعناهم من الفم ديالك. لاعب ملتزم كيف ما قلت لك نموذج يجب اتباعه من طرف عدد كبير من اللاعبين ديال كره القدم الوطنيه. كنحييك الله يعطيك طول العمر والنجاح ان شاء الله والقادمه الفوق الفوق ولاعب محبوب عند المغاربه كاملين يعني بكل امانه صديقي العزيز. لا الحمد لله كاين واحد الاحترام كبير بين الجماهير المغربيه لابراهيم بقاش وهذا الا وشرف ليا. نتمنى وان شاء الله جميع اللاعبين يكونوا بصحه جيده والمغاربه كاملين يكونوا بصحه جيده ونتمنى ترجع للحياه الطبيعيه باش نفرحوا المغاربه بفيرتو ان المتنفس ديالهم هو كره القدم. كنشكرك سي ابراهيم ليله سعيده وعيد مبارك سعيد وتحيه للعائله. تبارك الله عليك تحياتي صديقي الله يعاونكم الله يعاونكم خويا ميرسي خويا. كيف ما تابعتوا كان معنا السي ابراهيم نقاش كان حديث مثير مع العميد نادي الوداد الرياضي اللي تحدثنا فيه على شي حويجات اللي ما عمره ما هضر فيها اليوم. غدا ما تنساوش غيكون معنا السي عادل الرادي المتوج بلقب الدوري الرواندي لكره القدم مع نادي اي بي ار اللي هو نادي الجيش الرواندي توج بطلا. هذا مدرب مغربي غيكون معنا حتى في 8 وفي 9 غيكون معنا السي عبد الرحيم شاكر لاعب نادي الرجاء اللي غنتحدثوا على لاعب اخر في بزاف ديال الحوايج مازال ما عارفينش عليه. تحياتي لكم كاملين ليلة سعيدة ومرحبا بكم في هذا الحساب المتواضع أنا في الإنستغرام ديال